أبنائي وبناتي طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم. نقدم لكم اليوم مجموعة من الدروس النحوية، راجين الله أن تكون عونا لكم في الفهم والمساعدة، ومن خلالها سوف نقوم إن شاء الله بالتطبيق. عندنا الدرس الأول اسم التفضيل. اسم التفضيل يأتي على وزن أفعل الذي مؤنثه فعل. اسم التفضيل يأتي على وزن أفعل الذي مؤنثه فعل. أهم حاجة في حالات اسم التفضيل إن هو هذه النقطة الأساسية هي دائما محور السؤال، وهي حالات اسم التفضيل. واحد، مجرد من ألو الإضافة. ما المقصود بمجرد من ألو الإضافة؟ مجرد من أل أن اسم التفضيل لم يتصل به ألف ولام، والإضافة أنه لم يقع بعد مضاف إليه. يبقى مجرد من أل أن اسم التفضيل لم يتصل به ألف ولام، والإضافة لم يقع بعد مضاف إليه. قال لك اسم التفضيل في هذه الحالة يكون غير مطابق حتى لو جاءت الجملة في المثنى أو الجمع، كما نرى أمامنا القطار أسرع من السفينة، اسم التفضيل أسرع. هنا اسم التفضيل لو جعلنا الجملة في المثنى والجمع يبقى كما هو، فهو لا يتغير. يعني كما نرى القطاران أسرع من السفينتين، اسم التفضيل هنا في هذه الحالة المجرد من ألو الإضافة لا يطابق. الجملة تتغير سواء كانت مثنى أو جمع، ولكن اسم التفضيل لا يتغير. فهنا اسم التفضيل يلزم الإفراد والتذكير، يعني لا يطابق، يلزم الإفراد والتذكير. نأتي للنقطة الأخرى، معرب بأل. أوصيكم خيرا، أوصيكم خيرا، هذه النقطة محل سؤال آخر العام، معرب بأل. اسم التفضيل في هذه الحالة يطابق الذي قبله في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، كما نرى أنت الأعلى، أنت العليا، أنتما الأعليان، أنتما العلييان، أنتم الأعلون، أنتن العليات. هذه النقطة مهمة جدا. نظام التطبيقات هيكون آخر العام عن طريق التاب. لو جاءكم اختر من متعدد يجب أن تعلموا اسم التفضيل إذا كان متصلا بألف ولام، أي معرف بأل، اسم التفضيل في هذه الحالة يطابق الذي قبله في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. أوصيكم خيرا بهذا الأمر. كما ترى هو النظام القديم كان يجي يقول لك على سبيل المثال أنت الأعلى شأنا والأرفع قدرا، ويجي دي جت في امتحان الثانوية العامة سنة 94، وجت في امتحان الثانوية العامة 2013، وكذلك 2015، ثلاث مرات تأتي في امتحانات الثانوية العامة. طيب، وهذه النقطة عرضة لسؤال. معرب بقال أنت الأعلى شأنا، كان يقول لهم خاطب بهذه العبارة المثنى بنوعيه والجمع بنوعيه. طب لو قلنا خاطب بهذه العبارة المفرد المؤنث، هنقول أنت العليا شأنا، أنتما الأعليان شأنا، أنتما العلييان شأنا، هذه مثنى المؤنث، أنتم الأعلون شأنا، أنتن العليات شأنا. يبقى كما نرى اسم التفضيل في الحالة الأولى مجرد من ألو الإضافة يلزم الإفراد والتذكير، وفي الحالة الثانية يطابق. نأتي للحالة الثالثة، مضاف إلى نكرة. ما المقصود بمضاف إلى نكرة؟ مضاف إلى نكرة أن يأتي بعده مضاف إليه ولكن نكرة، أن يأتي بعده مضاف إليه ولكن نكرة. ننظر للأمثلة التي أمامنا. هذا الكتاب أحسن كتاب في المدرسة، اسم التفضيل أحسن، وقع بعديه مضاف إليه نكرة وليس معرفة. اسم التفضيل في هذه الحالة لا يتغير
سواء في التثنية أو الجمع. يعني لو جعلنا الجملة مثنى أو جمع، هذا الكتاب أحسن كتاب، طب خليها مثنى يبقى هذان الكتابان أحسن كتابين، هذه الوردة أجمل وردة، هنا اسم التفضيل مضاف إلى نكرة، طب خليها مثنى مؤنث، هاتان الوردتان أجمل وردتين، يبقى اسم التفضيل في هذه الحالة عامل زي أول حالة اللي هي مجرد من ألو الإضافة، يلزم الإفراد والتذكير. نأتي للحالة الأخيرة وهي مضاف إلى معرفة، ومعنى كلمة مضاف إلى معرفة أن اسم التفضيل جاء بعده مضاف إليه معرفة، اسم التفضيل جاء بعده مضاف إليه معرفة. في هذه الحالة اسم التفضيل يجوز أن يطابق أو لا يطابق، اسم التفضيل يجوز أن يطابق أو لا يطابق. ما المقصود بهذا؟ يعني إذا أتينا إلى هذا المثل، أذكياء الناس أحسن الناس، أذكياء جمع وأحسن مفرد، ممكن أقول أحسن أو أحاسن، يبقى اسم التفضيل في هذه الحالة يجوز أن يطابق أو لا يطابق. يبقى ملخص ما قلته إن اسم التفضيل عندي في الحالة الأولى والحالة الثالثة، وهي إذا كان مجرد من ألو الإضافة أو مضاف إلى نكرة لا يطابق، وإذا كان معرب بأل يطابق، وإذا كان مضاف إلى معرفة يجوز أن يطابق أو لا يطابق. طب ما ممكن نعملها بطريقة أجمل، اسم التفضيل لو معرب بأل يطابق، اسم التفضيل لو مضاف إلى معرفة يجوز أن يطابق أو لا يطابق، غير ذلك لا يطابق. يبقى ادي هو هذا الملخص السريع، اسم التفضيل معرب بأل يطابق، اسم التفضيل مضاف إلى معرفة يجوز أن يطابق أو لا يطابق، غير ذلك لا يطابق. ننظر سريعا كده إلى هذه الأسئلة. التلميذ المجتهد أنجح فتى. في هذا المثل وضح نوع اسم التفضيل وهل يجوز أن يطابق أو لا يطابق. كما قلنا الملخص في الدرس، اسم التفضيل معرف بأل يطابق، مضاف إلى معرفة يجوز، غير ذلك لا يطابق. التلميذ المجتهد أنجح فتى، اسم التفضيل هنا مضاف إلى نكرة لا يطابق. المؤمن القوي أفضل من المؤمن الضعيف، اسم التفضيل هنا هل وقع بعده مضاف إلى معرفة؟ لا. طب هل كان معرب بأل؟ لا، يبقى على طول لا يطابق. المجتهد أكثر علوا، اسم التفضيل هنا هل متصل به ألف ولام؟ لا. هل وقع بعده مضاف إليه معرفة؟ لا، يبقى برضه لا يطابق. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، فين اسم التفضيل هنا؟ ما أنا أول ما شرحت اسم التفضيل قلت لكم اسم التفضيل يأتي على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلى، اسم التفضيل يأتي على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلى، اسم التفضيل يأتي على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلى. فاسم التفضيل في هذه الحالة هو الدنيا. العالم هو الأرقى تفكيرا، الأرقى هنا معرفة بأل، يبقى على طول يطابق. الزوجة المخلصة هي فضل السيدات، ممكن هنا بقى عشان وقع بعد اسم التفضيل مضاف إلى معرفة ممكن يطابق أو لا يطابق. يعني أقول أفضل السيدات أو فضل السيدات. العالم أكرم عند الله من الجاهل، اسم التفضيل هنا أكرم، معرب بأل؟ لا، مضاف إلى معرفة؟ لا، يبقى لا يطابق. زوجات الرسول فضليات السيدات، هنا اسم التفضيل وقع بعديه مضاف إلى معرفة، يبقى يجوز أن يطابق أو لا يطابق. رجال الشرطة والجيش أكثر خوفا، اسم التفضيل هنا لا يطابق. المتعلمون هم الأرقون تفكيرا، اسم التفضيل هنا معرب بأل، يبقى إيه؟ لا يطابق. عفوا، اسم التفضيل هنا معرب بأل، يبقى يطابق. ناتي للدرس الذي يليه، اسم الزمان والمكان. اسم الزمان والمكان هو اسم مشتق يدل على زمان وقوع الفعل أو مكان وقوع الفعل. اسم الزمان والمكان مفيش حاجة اسمها إعراب اسم الزمان ومكان، الإعراب اسم الزمان ومكان يعرب حسب موقعه،
لكن في ظرف زمان وظرف مكان ده حاجة تانية. ظرف الزمان وظرف المكان ده عندكم في الوحدة الرابعة، ونسميه المفعول فيه. أما اسم الزمان والمكان تبع المشتقات. قلنا اسم الزمان والمكان تبع المشتقات. اسم الزمان والمكان قلنا يعرف حسب موقعه في الجملة، نأتي به من الفعل الثلاثي على وزن مفعل أو مفعل، مفعل أو مفعل. متى يأتي على وزن مفعل؟ بفتح الحرف الأول تسكين الثاني فتح الثالث. قال لك يأتي على هذا الوزن من الفعل الثلاثي الناقص، الناقص اللي هو آخره حرف إلا، سعى مسعى. طب مسعى دي كيف تكون اسم زمان ومكان؟ قال لك عن طريق سياق الجملة. يعني مثلا على سبيل المثال من خلال الجملة التي توضع فيها يكون اسم زمان أو مكان. النهار مسعى العمال، النهار هنا تدل على وقت يبقى اسم زمان. المدرسة مسعى الأطفال، المدرسة تدل على مكان يبقى اسم مكان. يبقى دي هذه النقطة أو النقطة أنه يأتي على وزن مفعل من الفعل الثلاثي الناقص. تاني نقطة، يأتي على هذا الوزن من الفعل المضارع الصحيح مفتوح العين أو مضمومها. كيف يكون مفتوح العين أو مضموم العين؟ يعني طلع يطلع، يطلع على وزن يفعل كما نرى أمامنا. نجد أن الحرف الثالث الذي يقابل حرف العين به ضمة، الحرف الثالث الذي يقابل حرف العين زي ما احنا شايفين عليه ضمة. يبقى هنا فعل مضارع صحيح، يعني ايه صحيح؟ خالي من حروف العلة، مضموم العين، يبقى تيجي على وزن مفعل. يبقى نقول مطلع الفجر مطلع الشمس اسم زمان، الشرق مطلع الشمس هنا اسم مكان. طيب تبدأ، تبدأ على وزن تفعل. الحرف الثالث حرف الدال الذي يقابله حرف العين عليه فتحة، يبقى تبدأ على وزن ايه؟ تفعل، تبقى مبدأ. من خلال سياق الجملة نعرف إذا كانت اسم زمان أو اسم مكان. مبدأ المسابقة 15 مايو، هنا بندل على وقت يبقى أصبحت اسم ايه؟ زمان. طيب الوزن الآخر الذي يأتي من الفعل الثلاثي مفعل. قال لك ويأتي من الفعل الثلاثي المثال، المثال اللي هو أوله حرف إلا، وعد موعد. على سبيل المثال موعد الامتحانات 15 مايو أو موعد الامتحانات شهر يونيو أصبحت اسم زمان. ومن الفعل المضارع الصحيح مكسور العين. مكسور العين يعني زي يرجع على وزن يفعل، الحرف الذي يقابل حرف العين أسفله قصرة تبقى مرجع. الليل مرجع العمال هنا أصبحت اسم زمان، والبيت مرجع الأطفال هنا أصبحت اسم مكان. طيب وإذا أردنا أن نأتي باسم الزمان والمكان من الفعل الأكثر من ثلاثة حروف، قال لك بنأتي به بطريقة اسم المفعول، بمعنى أن نأتي بالفعل في الزمن المضارع مع قلب حرف المضارعة ميم مضمومة مع فتح ما قبل الآخر، كما كنا نفعل في اسم المفعول. طيب كيف نفرق بين اسم الزمان واسم المكان واسم المفعول؟ قال لك من خلال سياق الجملة. يعني البترول مستخرج من الأرض، هي أساسا استخرج يستخرج مستخرج. هل البترول بيدل على وقت أو مكان؟ طبعا لا، ولكن وقع عليه الاستخراج يبقى هنا أصبحت اسم مفعول. النادي مستخرج الأبطال، النادي ترمز إلى مكان، يبقى هنا أصبحت اسم مكان. الليل ترمز إلى زمان، ويبقى هنا أصبحت اسم زمان. بعض الحالات الشاذة التي وردت في اسم الزمان والمكان أنه كان من المفروض أن تأتي كلمات على وزن مفعل ولكنها جاءت على وزن مفعل، زي سجد يسجد، يسجد على وزن يفعل الذي يقابل حرف الجيم العين وعليها ضمة تبقى المفروض مسجد، ولكن وردت عندنا ونستعملها مسجد بدل مسجد، ومشرق بدل مشرق، ومغرب بدل مغرب. في كلمتين بالعكس، مطار ومسار،
المفروض يطير على وزن يفعل. يبقى المفروض كلغوي في اللغة العربية وتطبيق القاعدة تبقى مطير أو مصير، ولكن نحن نأتي بها على وزن مفعل بالعكس ونقول مطار ومصار. نرجو من الله أن ما قدمناه في هذه المحاضرة تكون عونا لكم للفهم والتطبيق، ونلقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.